ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله عز وجل يعني جايب لكم النهاردة يعني فيديو هدية خاصة للباحثين، إزاي تقدر تحول أو تضع أكتر من صورة دفعة واحدة داخل ملف الباوربوينت. ودي طبعا حاجة مهمة جدا لمثلا عضو هيئة التدريس بيحضر محاضرة، بعد ما جهز الصور في الغالب في الباوربوينت بيبدأ يضيف صورة صورة. أنا النهاردة إن شاء الله هنعرف ازاي نقدر نضيف مجموعة كبيرة من الصور دفعة واحدة عشان ننجز الوقت. عشان اقرب لك الصورة، ده ملف الباوربوينت اللي عندك. في الغالب انت بتكون مجهز الصور اللي هتضيفها، وبتبدأ في كل شريحة ممكن تعمل ادراج صورة، وتبدأ تستحضر الصورة وتخش على الشريحة التانية تحط الصورة التانية وهكذا. انا في الفيديو هنا عايزين نضيف مجموعة شرائح او مجموعة صور دفعة واحدة داخل برنامج الباور. في الغالب لو احنا طبقنا الكلام ده، لو قلنا انزيرت بيكتشر ورحنا للمكان اللي فيه الصور اللي انا عايز اشتغل عليها، اهي دي مجموعة الصور اللي انا عايز ادرجها. لو حددتهم لك هقول لك ايه بس اللي هيحصل عشان تاخد بالك. لو حددت لك مجموعة الصور دي دفعة واحدة وقلت انزيرت، انت متوقع ان هو هيبدأ ايه يفهم ويضيف كل صورة في شريحة. بص كده اللي هيحصل، مفهمش حاجة، راح ضيف لك كل الصور جوه شريحه واحده، وباقي الشرايح زي ما حضرتك شايف ايه فاضيه. طب احنا عايزين بقى ايه نضيف مجموعه الشرايح او مجموعه الصور دي داخل كل شريحه من الشرايح دي. الخيار هنا بقى بيختلف، ولكن دي معلومه طبعا معظمنا مش عارفها. بنختار انزيرت، بس المره دي بنختار ايه فوتو البوم، وبقول له نيو فوتو البوم، وبختار من هنا الصور من المكان اللي انا عايزه. فعلا هنا هو، بروح محدد من اول صورة، بتاك شيفت واجي على اخر واحدة، راح ضيفهم لك بالترتيب اللي انت عايزه. وهنا بيديك بقى خيارات اهو، انت عايز تحط صورة واحدة داخل كل شريحة، ولا عايز صورتين، ولا عايز اربع صور، ولا عايز ايه. فانا طبعا في الغالب بقول له فيت تو سلايد، يعني انت ظبطها بحيث كل شريحة من دي تاخد لها ايه صور، واقول له كريم. شوف بقى ايه اللي حصل هنا، فهم من القصه، هي حط لك كل صوره داخل ايه شريحه لحد الاخر، وقال لك ان الالبوم ده اتصنع وبيجيب اسمك من على الجهاز. طبعا الشريحه دي ملهاش لازمه بالنسبه لي، ده اللي بتاعك. وتبدا حضرتك تستخدم بقى الايه الملف في عمليه الايه الشرح. ده كان شرح بسيط كده لعملية إدراج أكتر من صورة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.